بكم في هذه الحلقة بعنوان أبسط أسلوب لشرح كيف تستخدم بطاقة الأداء المتوازن اللي هي البالانسد سكور كارد في التخطيط الاستراتيجي اللي هي استراتيجيك بلانينج وإدارة الأداء بيرفورمانس مانجمنت. هنحاول نعمل كده في 15 دقيقة، بعد منهم هنتكلم بإيجاز عن الشهادة الدولية لأخصائي قياس الأداء. خلينا نفترض ان احنا بنسأل شخص بيخطط لمستقبله وعايز يكون شخص ناجح في حياته، فبنسأله لازم تخطط لنفسك في كل سنة، ففي بداية العام بنسأله ايه اهدافك لهذا العام، فكان السؤال الاول ايه هم اهم هدفين تتطلع انك تحققهم مع نهاية هذا العام. جاوب علينا وقال انا اهم هدفين عندي ان انا احصل على درجة الماجستير عشان اتطور علميا، وعايز أستقل في منزلي وبدل ما أجر وأمتلك منزل. طبعاً حتى يحقق هذه الهدفين إحنا عايزين وسيلة تساعدنا إن إحنا نتابع مدى تقدمه في تحقيق هذه الأهداف، فعشان كده بنسأله السؤال الثاني اللي هو كيف سنتعرف إنك تتقدم في تحقيق أهدافك اللي نسميها مؤشرات قياس الأداء. فجاوب وقال بالنسبة للحصول على ماجستير ممكن تتابعوني في تقدمي في تحقق هذا الهدف بحساب عدد المكررات اللي أنا استكملتها، لأن الماجستير مثلا 10 كورسات وأنا لما خلص 10 بخلصت الماجستير. أما بالنسبة لامتلاك المنزل فالمنزل له ثمن معين، وأنا كل ما أدخر مدخرات حتى تصل إلى ثمن المنزل فنسبة المدخرات إلى المنزل إذا وصلت 100% معناها أن أنا ادخرت ثمن المنزل كامل. فبنسأله طيب قد إيه خلصت من الكورسات وقد إيه ادخرت من ثمن المنزل، ما هو الوضع الحالي لكل مؤشر من المؤشرين؟ قال بالنسبة للمكررات أنا خلصت 4 مكررات، أما ثمن المنزل أنا ادخرت منه فقط 50%. نسأله بعد كده نقول له طيب أنت متوقع على نهاية هذا العام تكون خلصت كم مكرر إضافي وادخرت قد إيه مبالغ إضافية؟ فقال والله عشان نكون منطقيين واقعيين أنا أقدر أخلص 4 مكررات آخرين فتصبح عدد المكررات 8 مكررات، وأدخر أيضا 30% إضافية فتصبح إجمالي المدخرات 80% من ثمن المنزل. طبعا عشان الشخص يدرس مكررات أكثر ويدخر أموال أكثر لازم يعمل أنشطة إضافية خاصة تساعده على تحقيق هذه الأهداف، وده اللي بيخلينا نسأله السؤال اللي بعد منه إيه هو أهم شيء يجب عمله حتى تصل لتحقيق المستوى المستهدف. فقال أما بالنسبة للحصول على الماجستير ده عايز تفرغ، فأنا هطلب أجازة 2 شهر للتفرغ للدراسة عشان أركز فيه ومخلص المكررات. أما المدخرات فدي عايز عمل إضافي ومصدر دخل إضافي، وأنا بفكر إن أنا أشتغل في الفترة المسائية في أوبر حتى يكون مصدر دخل إضافي بالنسبة لي. اللي احنا شايفينه قدامنا ده بنطلق عليه سكور كارد، لأن أصبح عندنا لوحة فيها أرقام بتساعدني إن أنا أتابع إلى أي مدى الشخص حقق الأهداف اللي هو يتطلع عليها. هذه المسميات باللغة الإنجليزية لها أسماء معروفة، الهدف الاستراتيجي Strategic Objectives، مؤشر قياس الأداء Key Performance Indicator أو KPI، القيمة الحالية لمؤشر الأداء يطلق عليها Baseline أو خط الأساس، أما القيمة المستهدفة فتسمى Target أو KPT اللي هي Key Performance Target، وأخيرا المبادرات تسمى Initiatives. احنا ممكن ناخد الهدفين اللي حطوهم الشخص لنفسه ونروح نسأل ستيفن كوفي واحد من أشهر الكتاب ونقول له هل الأهداف اللي حطها هذا الشخص دي تعتبر أهداف متوازنة؟ يقول لنا ستيفن كوفي في كتابه 7 Habits of Highly Effective People في العادة 7 بأن الأهداف الشخص حتى تكون أهداف متوازنة يجب أن هي تغطي 4 مجالات من حياة الإنسان. المجال الأول اللي هو التطوير، الجانب الفكري العلمي، والجانب الثاني تطوير الجانب المادي والجسماني اللي هو مدخراته وصحته، وبعدين الجانب الروحي اللي هي علاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالبيئة والمجتمع، وأخيرا الجانب العاطفي اللي هو السوشيال ايموشنال اللي هو علاقته بوالديه وبأسرته وبزملائه وإلى أي مدى يكتسب ثقتهم ويعمل معهم في شكل عمل جماعي.
لو خدنا الهدفين اللي حطوهم زميلنا اللي احنا بنتكلم عليه، نجد ان الهدف الاولاني كان الحصول على درجة الماجستير، وده يغطي الجانب الفكري. الهدف الثاني كان تملك منزل، وده يعتبر هدف مادي. يبقى هذا الشخص غير متوازن في اهدافه، وحتى يكون متوازن في اهدافه محتاجين ان هو يحدد هدفين تانيين حتى تكون حياته متوازنه. فهنساله لازم تفكر لنا في هدف في الجانب الروحي والجانب العاطفي. قال بالنسبه للجانب الروحي انا بفكر ان انا احفظ القران كلام الله، والجانب العاطفي الاجتماعي انا بخطط ان انا اقضي وقت اكتر مع زوجتي واولادي. بالاربع اهداف دول يصبح هذا الشخص متوازن في اهدافه الاستراتيجيه اللي حطها لنفسه خلال العام. زي ما عملنا بالنسبة لأول هدفين، ممكن نعمل أيضا بالنسبة للهدفين الثالث والرابع، ونعمل لوحة قياس أداء سكور كارد، ونسأله لكل واحد إيه هو الهدف. فكان الهدف قضاء الوقت مع الزوجة والأبناء، وإذا كان قال أنا هحكم على نجاحي في قضاء وقت بعدد الساعات اللي أنا أقضيها مع أسرتي، هذا هو مؤشر الأداء. الآن أنا بقضي في المتوسط 3 ساعات في الأسبوع، أنا هدفي أن أنا أقضي 10 ساعات في الأسبوع، وهتمكن من عمل هذا الشيء عن طريق برمجة وجدولة وترتيب يوم كامل أقضي في رحلة أسبوعية مع أسرتي. يبقى دي المبادرة اللي هتساعده أن يتحرك من 3 لـ10. أما بالنسبة للهدف الثاني هو حفظ القرآن الكريم، قال ده حقيسه بعدد أجزاء القرآن اللي تم حفظها. أنا حاليا حافظ 3 أجزاء، خلال العام أتوقع أن أنا ممكن أحفظ 4 فيصبحوا 7 أجزاء. والمبادرة اللي هقوم بيها عشان أحقق هذا الهدف هو التعاقد مع محفظ للقرآن الكريم. كده أصبح عندنا 4 أهداف استراتيجية، لكل واحد مؤشر قياس أداء وقيمة حالية مستهدفة ومبادرة. بكده أصبح عندنا بالانسد سكور كارد. ضفنا كلمة بالانسد لأن أصبح في توازن في هذه الأهداف، فتسمى لوحة متوازنة لقياس الأداء. فيها 4 أهداف تغطي الـ4 مجالات لتطوير الإنسان بمؤشرات قياس الأداء. ووضعنا هنا عمود تاني اللي هو وحدة قياس كل مؤشر، فالمكررات بتقاس بمكرر دراسي، المدخرات بنسبة مئوية نسبة المدخرات، عدد الساعات بالساعة، وعدد أجزاء حفظ القرآن الكريم بالجزء. نفس البيانات الموجودة في الجدول هي القيمة الحالية والقيمة المستهدفة للمؤشر الأول والمؤشر الثاني والثالث والرابع، ودي المبادرات. في واقع الأمر الشريحة دي هي اللي يحتاج الشخص يحطها أمامه طول العام، لأن حتى تذكره هو المفروض يعمل إيه علشان يحرك المؤشرات الأربعة فتصل من القيمة الحالية للقيمة المستهدفة مع نهاية العام. في نهاية العام بنقوم بقياس الأداء الفعلي عشان نقارنه بالأداء المستهدف. طبعا احنا في الواقع العملي ما بنستناش لآخر العام، مفروض يبقى فيه مراجعة الأداء كل ربع سنة، وبالتالي حتى القيم المستهدفة ما كانش مفروض نضعها لنهاية العام، كان مفروض نضع مؤشر القيم المستهدفة نقسمها إلى مراحل على كل ربع سنة حتى نصل إلى الربع الأخير اللي هو نهاية العام. لكن في هذا المثال احنا للتبسيط حطيناه هدف سنوي، في آخر السنة بنراجع هل إحنا حققنا الأهداف ولا لأ، ونقيس القيم المتحققة لكل مؤشر قياس أداء. فلو المؤشر الأداء قياس الأداء الأول 8 مكررات، اكتشفنا إن هو فعلا درس 8 مكررات فهو بيعتبر حقق 100% من المستهدف، وده بنعطيله كود اللون الأخضر. أما بالنسبة نسبة المدخرات كان مفروض يدخر 80%، هو قرب جدا منها، عمل 78% مدخرات، فهنديله الكود الأصفر. أما عدد الساعات اللي بيقضيها مع أسرته كان مفروض يقضي 10 ساعات فقط، لكن قضى أكتر من 10 ساعات المستهدفة، وده شيء بوزيتيف، فدناله 12 ساعة، دناله اللون الأزرق. أما أجزاء حفظ القرآن فلم يتمكن من حفظ الأجزاء 7، حفظ 6 أجزاء فقط، فهو لم يحقق المستوى المستهدف، أخذ اللون الأحمر. المثال اللي احنا خدناه ده كان تطوير الأداء الشخصي لشخص، وستيفن كوفي عرفنا ما معنى التوازن فيه. لو بنطبق نفس هذا الكلام على مستوى المنظمة أو الشركات، ففي عالمين آخرين اللي هما كابلن ونورتون من هارفارد بيزنس سكول اللي اخترعوا اسلوب البالانس سكور كارد، بيقولوا لنا ايه معنى التوازن في قياس اداء المنظمات.
فبيقول المنظمة المتوازنة في تخطيطها الاستراتيجي يجب أن تضع الأهداف لنفسها أهداف مالية، ولا يكتفي بالأهداف المالية زي ما معظم الشركات الآن بتكتفي بإصدار التقارير المالية، لكن لازم يكون لها أهداف أخرى تتعلق بالعملاء والأسواق الكاستمر، ويجب أن تكون لها أهداف تتعلق بالعمليات الداخلية والإنترنال بروسيسز، ولها أهداف تتعلق بتطوير قدراتها الداخلية اللي هي الإنترنال كابابيليتيز، أو ساعات يسموها ليرنينج أند جروث، التعلم والنمو. هذه هي الأهداف، المجالات الأهداف الأربعة اللي لو الشركات حطت أهداف لنفسها فيها تعتبر أهدافها متوازنة، ويعتبر بطاقة الأداء القياس الأداء بتاعتها متوازنة. في واقع الأمر لما كابلن ونورتون حطوا هذه الأهداف الأربعة حطوها بتسلسل معين بحيث إن بينها ترابط، فأي منظمة إذا اجتهدت على تطوير الموظفين وجو العمل ونظم المعلومات ده هيترتب عليه زيادة قدرتها على أداء العمليات بدقة، عمليات أكثر، بما يعني يوفي بحاجات العملاء والأسواق. ولو جه العملاء وأقبلوا على منتجاتنا وجالنا إيرادات نحقق أهدافنا المالية. ده طبعا في المؤسسات الهادفة للربح، أما في المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الحكومية الأهداف المالية بدل ما تبقى في القمة تضع في القاع في الترتيب، لأنها تعتبر موارد نحتاجها حتى نبني القدرات، حتى نقوم بالعمليات، حتى نخدم المواطنين ونقدم الخدمات المستهدفة ليهم. بكده شفنا التوازن على مستوى الشخص والتوازن على مستوى المنظمة. شكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة.